ولذلك ابن عبد الهادي في العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر في هذا الكتاب رسالة هي من أواخر رسائل ابن تيمية في سجنه رحمه الله. قال ابن عبد الهادي: ورقة أخرى مما كتبه الشيخ في السجن. كتب قال: ونحن ولله الحمد والشكر في نعم عظيمة تتزايد كل يوم، ويجدد الله تعالى من نعمه نعما أخرى. قال يعني ابن تيمية: وخروج الكتب كان من أعظم النعم، فإني كنت حريصا على خروج شيء منها لتقفوا عليه، وهم كرهوا يعني أهل الأهواء خروج الإخنائية، وهو رده على الإخنائي. قال: فاستعملهم الله تعالى في إخراج الجميع وإلزام المنازعين بالوقوف عليه، وبهذا يظهر ما أرسل الله به رسوله من الهدى ودين الحق، فإن هذه المسائل كانت خفية على أكثر الناس، فإذا ظهرت فمن كان قصده الحق هداه الله، ومن كان قصده الباطل قامت عليه حجة الله، واستحق أن يذله الله ويخزيه. قال: وما كتبت شيئا من هذا ليكتم عن أحد، والأوراق التي في جواباتكم غسلت، وفي مجموع الفتاوى وصلت. قال: وأنا طيب وعيناي طيبتان أطيب ما كانتا، ونحن في نعم عظيمة لا تحصى ولا تعد. قال: والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم ذكر كلاما وقال: كل ما يقضيه الله تعالى فيه الخير والرحمة والحكمة، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو القوي العزيز العليم الحكيم. قال: ولا يدخل على أحد ضرر إلا من ذنوبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال: فالعبد عليه أن يشكر الله ويحمده دائما على كل حال، ويستغفر من ذنوبه، فالشكر يوجب المزيد من النعم، والاستغفار يدفع النقم، ولا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، فكان خيرا له. وهذه الورقة يقول ابن عبد الهادي كتبها الشيخ وأرسلها بعد خروج الكتب من عنده بأكثر من 3 أشهر في شهر شوال قبل وفاته بنحو 1.5 شهر. قال: ولما أخرج ما عنده من الكتب والأوراق حمل إلى القاضي علاء الدين وجعل تحت يده في المدرسة العادلية. قال ابن عبد الهادي: وأقبل الشيخ بعد إخراجها، بعد إخراج هذه الكتب، أقبل على العبادة والتلاوة والتذكر والتهجد حتى أتاه اليقين يعني الموت، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 80 أو 81 ختمة. انتهى في آخر ختمة إلى آخر سورة اقتربت الساعة عند قوله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: وكان كل يوم يقرأ 3 أجزاء، يختم في 10 أيام. يقول ابن عبد الهادي: هكذا أخبرني أخوه زين الدين، وكانت مدة مرضه 24 يوما. قال: وأكثر الناس ما علموا بمرضه، فلم يفجأ الخلق إلا بنعيه، فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء والحزن، ودخل إليه أقاربه وأصحابه، وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات، وامتلأ جامع دمشق، وصلوا عليه وحمل على الرؤوس رحمه الله ورضي عنه. انتهى كلام ابن عبد الهادي رحمه الله.